هير كير، عشان اعمل هير كير لازم يبقى معايا، انا حاطه رابر شيت، مش معايا شامبو برضه، فهنختار هنشوف بديل. عملنا رابر شيت ماشي، وبنزل في الايه، في وعاء كبير معايا تحت الرابر شيت دوت التاول، عشان لما اشيل الرابر شيت يبقى فيه تاول احط عليها راس البيشنت واعمل دراينج للجلد. طبعا انا حاطه تحت الشولدر برضه رافعاه، حاطه بيلو او اي شيء معايا يرفع لي الشولدرز، بحيث ان النك تبقى اكستندد كده والايه وراسه نازله لتحت، عشان ما تجيش اي ووتر على الفيس بتاعه بعد كده. وحاطه كمان التاول على الصاب بتاع الشيست بتاعه، عشان خاطر اي سبلاش حصل بالووتر ما يجيش على النيو جاون اللي احنا لسه بنلبسه. بعد كده هنعمل، هنجيب الورم ووتر، ونعمل طبعا هنجيب ورم ووتر وهنبل الايه الهير بتاع البيشنت، وهحتاج الاسيستنت ترفع لي النيك شويه بس مش قوي، عشان ما يحصلش ان الووتر تنزل عليه زي ما قلنا. بعد كده هنجيب الشامبو وهنحطه ونعمل جنتلي كده، عشان برده ما نبهدلش الفيس بتاعه. بعد كده هنعمل رينز برده للهير. بعد كده هنبدا ان احنا الاسيستنت رافع لي طبعا الهير الهيك بتاعته، جست ان انا اشيل الرابر شيت هو هيبقى، وهنشيل التاول اللي تحت، البيشنت هيبقى على التاول، نعمل ستارت الكلام ده. بعد كده هبدا ان انا اعمل دراينج كويس للهير بتاع البيشنت، وهعمل كومبينج، هيبقى معايا كومبو، هعمل الهير بتاعه بمانر بستايل كويس او بالستايل المناسب للبيشنت بتاعي. بعد كده شيل التاول، برجع البيشنت سيوتابل بوزيشن على حسب الكيس بتاعه وعلى حسب الكومفورت بتاعه، والليز تبقى مفروضة تمام معايا، البيشنت تبقى نص السرير، ومش مع لو معانا بيلو او اي حاجه ترفع راس البيشن زي ما احنا قلنا. وكده تبقى محاضره كومبليت للبازل انتهت، واتمنى تكونوا استفدتوا منها. شكرا لكم.